طبعا احنا كلنا عارفين ان التطور التكنولوجي بقى ليه صور كتير قوي في حياتنا، زي التلفزيون والموبايل والعربيات الحديثه والروبوت وغيره كتير من الصور، بس اغلبنا ما يعرفش يعني ايه كلمه برمجه اصلا. وكمان يعني اللي عرفناه مؤخرا ان البرمجه ليها لغه خاصه بيها، ليها لغه البرمجه. وعشان طبعا نتكلم في كل التفاصيل دي كان لازم يكون معانا خبير البرمجه المهندس حسن ابو بكر. اهلا ازيك يا بيك حسن؟ يا حسن، اهلا ازيك؟ بيك، عامل ايه؟ مبسوط ان انا معاكم النهارده. احنا مبسوطين احنا جدا. كمان. احنا نحب في البداية بقى يا حسن نعرف منك ونعرف مشاهدينا ايه يعني ايه برمجة. بصوا، هنبدأ يعني من تحت خالص، ببساطة خالص. ايه هي البرمجة؟ اي كمبيوتر عندنا في البيت بقى مقسوم لحاجتين، الهاردوير والسوفت وير. ايه هو الهاردوير؟ الحاجات اللي هي ملموسة زي مثلا الكيبورد، الماوس، الشاشة، دي كلها حاجات احنا بنمسكها بايدينا، دي اسمها الهاردوير. طيب صح. الحاجات اللي احنا مش بنشوفها بقى اللي هو السوفت وير، زي ايه؟ يعني مثلا احنا لما نخش مثلا على الكمبيوتر يبتدي يفتح لنا فولدرات، ممكن منها مثلا برامج زي الالعاب اللي احنا بنلعبها، الافلام، المسلسلات، الكلام ده كله. الكلام ده كله بيظهر لنا ازاي؟ عن طريق البرمجه. يعني مثلا ايه، ممكن مثلا حد يقعد كده بالليل بعد الساعه 12، اللي هي الاسئله الوجوديه دي، انا ازاي مثلا ممكن بالموبايل بتاعي افتح ابلكيشن اطلب منه اكل؟ ازاي ممكن مثلا ابلكيشن معين يجيب لي تاكسي اركبه من البيت؟ ازاي اوصل المكان الفلاني؟ ازاي بكلم اصحابي شات؟ ازاي الكلام ده كله؟ الاساس لاي حاجه. بالظبط، الاساس لاي حاجه هي دي البرمجه، هي دي الحاجه اللي احنا عن طريقها بنبتدي نكريت البرامج انها تهيئ لك الخدمات اللي انت محتاجها في حياتك. بالظبط. ده يعني باختصار بسيط دي هي البرمجه. حلو قوي. طب البرمجه دي بتحتاج دراسه معينه ولا هي اكتساب؟ يعني ممكن تبقى موهبه بس من غير دراسه؟ بص، هي يعني دي يعتبر من الميزه الوحيده، المجال المعين الوحيد في العالم اللي ممكن اي حد في العالم يشتغله. حلو. واي حد يكتسبه. حلو. يعني مثلا ايه، زي مثلا انت الطب عايز وليكن 7 سنين دراسه عشان خاطر تشتغل في حاجه زي كده. الهندسه انت عايز 5 سنين وتبقى تعليم اكاديمي عشان تقدر تشتغل في مجال زي كده. حل. لكن البرمجه الحاجه الوحيده اللي انت ممكن بس من خلال اليوتيوب تكتسب الخبره في المجال ده. اكتساب يعني، مش لازم بالظبط. دراسه، بس لازم دراسه بس بطريقه خفيفه، غير المجالات التانيه، تكون فاهم مش اكتر. بالظبط، مش شرط تبقى اكاديمي في المجال ده. حلو جدا حبيبي. تمام. طب قول لنا بقى يا حسن، انت بدات ازاي في المجال بتاع البرمجه ده؟ هو انا المجال ده شغال فيه من حوالي وانا تاني ثانوي. إيه يعني، طبعا الفضل بعد ربنا واهلي، كان عن طريق برضو خالي، هو ما في شاء المجال ده الله من زمان، عليك. فهو اللي كان دايما بيدعمني بالكورسات والفيديوهات في المجال ده، وهو اللي علمني ان انا ابدا من وانا صغير في المجال ده. عشان كده حتى لما انا جيت بقى في يعني بعد نتيجه ثانويه عامه، انا كنت جايب مجموع هندسه بس اخترت ان انا مجال كليه حاسبات ومعلومات، انا كنت حابب المجال ده وحابب ان انا ادوس فيه اكتر من كده. تمام. فدخلت بقى وابتديت اشتغل مواقع زي الفريلانسر وكده، وبقيت بقى اشتغل مع شركات. فالحمد لله ان انا كبرت في المجال ده بسرعه وانا لسه في السن برافو الصغير. برافو جدا. طيب احنا عاوزين نعرف اكتر بقى ايه هي مجالات البرمجه عموما، وممكن نستخدمها في ايه؟ يعني استخدامها بيكون عامل ازاي؟ هو مجالات البرمجه بتستخدم في كل حاجه في حياتك. إيه يعني، انا دلوقتي الموضوع اتطور من مجرد بس بقى على الموبايل بس والكمبيوتر، لا بقى كمان في البيت. يعني انت ممكن بالبرمجه تهيئ البيت عندك، ان انت ممكن بريموت بس بسيط تقدر تقفل الابواب، تفتح الابواب، الاناره، الكلام ده كله عن طريق ان انت مبرمجها. بس الكلام ده مش سهل دلوقتي. الكلام ده مش سهل، بس يعني انت بدراسه بسيطه مثلا مش اقل من سنه ممكن تعمل حاجه زي كده. حلو جدا. لكن حاجات بسيطه مثلا زي الموبايل ابلكيشن، انت مثلا دلوقتي في الاب ستور او البلاي ستور بتفتح بتلاقي تطبيقات كتير جدا. بالظبط، ده بيتم عن طريق البرمجه، عن طريق ان احنا من المجال ده ممكن نهيئ حاجات تخدمنا في حياتنا بعد كده. حلو جدا. في كل حاجه عموما. بالظبط، في كل مجالات الحياه. كل حاجه، كل حاجه، اكل، شرب، دراسه، شات، اي حاجه. اكل وشرب كمان. بالظبط، الموضوع كبير بيخش فعلا في كل حاجه فعلا. بالظبط. طيب يا حسن، انا عايز اعرف بس، في ناس كتير قوي اليومين دول بتخش في الموضوع البرمجه ده علشان العائد المادي اللي بيخش لهم، بيقولوا ان هو كبير وكده، فانت مع ولا ضد الكلام ده؟ بص، هي حته ان انت تخش في البرمجه عشان خاطر عائد مادي، انت كده مش هتعمل حاجه. يعني الموضوع عايز يبقى فيه حب وشغف ليه، بحيث ان تقدر تبدع. بالظبط، تقدر تبدع فيه. لكن انا بدخل عشان انا عايز خاطر مثلا اعمل فلوس، انا سمعت ان الموظف الفلاني بيعمل فلوس قد كده فاخش اعمل زيه، وده صعب. بعد انت مش تقدر تحكم في البرمجه فلوسها كتيره ولا صغيره. يعني مثلا ازاي ممكن يبقى في شركه 2 موظفين شغالين في البرمجه، بس واحد بياخد جنيه وواحد بياخد 10 جنيه؟ صح. انت مش تقدر تحكم ايه ده عشان ده بياخد جنيه فيبقى البرمجه وحشه، وده عشان بياخد 10 جنيه يبقى البرمجه حلوه. لا، ده بيبقى راجع للشخص ده مهارته عامله ازاي، السي في بتاعه كان عامل ازاي، خبرته في الشركه دي عامله ازاي، او المجال ده عامل ومع ازاي. الوقت الخبره بتزيد بقى. بالظبط، طبعا مع الوقت الخبره بتزيد. لكن معين ان انا اخش من الاول في المجال عشان ده بيجيب فلوس، لا كده مش عارف اعمل حاجه. لازم يبقى فيه شغف وصبر واجتهاد حاجه زي يعني كده. حب ما تعمل. بالظبط، حب ما تعمل. بعدين انت مش في يوم وليله هتبقى خبير في البرمجه. البرمجة لا، يعني الموضوع مش عايز مش اقل من 6 شهور او 7 شهور عشان تقدر تعمل برنامج او تطلع منتج. طب والله ده كويس، ده وقت قليل مش كتير يعني. بالظبط. برافو عليك. بالنسبه لدراسات تانية هو ده يعتبر حاجه حلوه. وقت قليل. بالظبط. في ستات بيشتغلوا في البرمجه؟ في ستات بيشتغلوا في البرمجه. مين اشطر بقى، الراجل ولا الست؟ بص، حته راجل ولا ست؟ ثانيه واحده، ده سؤال مهم جدا يعني. خلي بالك، مهم خلي جدا بالك جدا. مين اشطر؟ اقول لكم حاجه، لا في الرد بتاعك. بالظبط، خلي بالك في الرد بتاعك. هي حته راجل ولا ست هي على حسب خبره مين.
بس انا يعني لما اتعاملت كتير في المجال ده لقيت قوي في ستات بتخش تبقى كريتيف جدا وحابه الشغل جدا وبتبدع فيه، بس عشان ظروف الحياه مثلا زي الجواز والحمل بالظبط هما اللي بيأخروا. هو ده اللي بالظبط فعلا. بعدين البرمجه مش بتقعد مثلا، انت مثلا مش بتاخد بيزك وبعد كده بتطبقها طول حياتك، لا انت كل 3 شهور او 4 شهور بتلاقي في لغات جديده نزلت وفي تطور جديد نزل، فانت لازم تبقى دايما مواكب. انا كنت فعلا قريت دوت من فتره ان لازم يعني ان في ستات مشهوره جدا في موضوع البرمجه ده، بس هي بعد للاسف يعني بعد الحمل والولاده والحاجات دي بالظبط بقى مجهودها اقل. هي برضه الراجل اللي هتكسب في الاخر، هو الراجل يا ابني الراجل يعني الراجل بس عشان بس حسب ايه في المجال لما بتطور الست لما تيجي ترجع تاني مش بتبقى عارفه تواكب اللي حصل، فبتضطر تبدا من البدايه، فتلاقي مين برضه اشطر؟ الراجل. طيب اوكي نعدي من السؤال ده بقى. قولي بقى ايه النصايح اللي انت تحب تقدمها للشباب الجداد اللي حابين يخشوا في مجال البرمجه؟ انا حابب يعني كل الناس تبتدي تخش في المجال ده، حتى لو مش ده الوظيفه بتاعتهم او يبقى مصدر ربح الوحيد ليهم، حتى جنب شغلهم الرئيسي ده ممكن يبقى هو كمصدر ربح ليهم بسيط جنب شغلهم الرئيسي، اللي هم مثلا يخشوا في موقع زي الفريلانسر، يبتدوا مثلا يخصصوا مثلا من وقتهم 2 أو 3 ساعات كل يوم، بحيث يعني يبدعوا في المجال ده اكتر او يكتسبوا كمان يكتسبوا مهارات اكتر. بالظبط. وبعدين انت الشغل ده الوحيد حتى لو انت هتسافر بره مش محتاج مثلا خبره كبيره او محتاج يعني مثلا دايما ايه مثلا مهندس او دكتور لما يجي يسافر بره يقول لك لا انت الشغل في بلدك غير هنا، بيبقى فيه ايه زي بيبتدي يعني مثلا يعمل كورسات زياده عشان يشوف الشغل الموازي هنا للمكان اللي هو كان متعلمه. لكن برمجه واحده في العالم كله، البرمجه واحده فعلا. امال الاختلاف بقى اللغه مثلا؟ اللغات بس هي اللي بتتعلمها يعني مثلا وليكن مثلا انت اتعلمت مثلا جافا، في حاجات اتطورت مثلا بعد كذا شهر في حاجات اكتر بتتعلمها، لغات تانية ظهرت جديده زي البايثون او كده، في برضه ان انت تتعلمها. قلت جافا وبايثون وسي بلس بلس، دي بقى اللغات اللي احنا بنتعلمها اصلا، وسي شارب والكلام ده ما شاء الله. بس طبعا كل شويه بيبقى فيه تطوير، فانت كل فتره لازم تتعلم اكتر من كده وتطور من نفسك. برافو، انا مبسوط بيك جدا حبيبي. الله العظيم بجد احنا بنشكرك جدا 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 على الفقره الحلوه قوي دي، احنا استمتعنا بيها جدا، وفعلا فعلا يعني احنا نفسنا استفدنا من الكلام اللي انت قلته، وميرسي ليك ومشكورك جدا والله بالشرف لينا انك قعدت معانا ان شاء الله. الناس اكيد مبسوطه جدا ان شاء الله. يلا فاصل ونرجع تاني للفقره اللي بعديها ان شاء الله.